السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل اخواتي وحبايبي اللي ناويين يشتري تويوتا كورولا الشكل الجديد 2021 الفئة الاولى اوتوماتيك. زي ما حضراتكم شايفين في ملاحظة مهمة جدا وانت بتشتري عربيتك من اي معرض خلي بالك منها، ودي نصيحة ممكن تكون عند ناس كتير يقولك ايه الفيديو اللي هو منزله ده وينتقدني، لكن والله يعني انا بحكم شغلي وبحكم كمية العربات اللي بنستلمها ان في زباين بتدق قوي ممكن في حاجه زي البلف ده. تمام، الملاحظه اللي انا هتكلم عليها هي نوع الكاوتش. نوع الكاوتش اللي راكب في تويوتا كورولا الاول فئه 2021 جميع كاميرات اوتوماتيك. بصوا يا جماعه، نوع الكاوتش هنا بريدج ستون. وانت بتستلم عربيتك لازم تخلي بالك من نوع الكاوتش اللي راكب، لان ممكن يكون في معرض لا قدر الله مغير نوع الكاوتش عنده بكاوتش يكون مثلا صيني او حاجه، واخد الكاوتش البريدجستون بحيث ان هو طبعا عمره افتراضي اطول وطبعا كدرجه حراره والكلام ده كله ومواصفات اعلى. مقاس الجنط هنا زي ما حضراتكم شايفين 195 على 65 ار 15 ماشي 91 انش. فدي ملاحظه بسيطه بس مني لكل الناس اللي مشتركه في القناه ولسه ما اشتركش، طبعا يدوس على علامه اشتراك وفي نفس الوقت يدوس على الجرس عشان يجي له كل الفيديوهات الجديده. واشكركم على حسن ظنكم فيا وسماعكم للفيديو، ولا تنسونا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس والاعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.